السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشتغل معاكم بعض المحاضرات اونلاين. هنكمل مع بعض المنهج بتاعي اللي انا ابتديته في الترم الثاني. احنا قلنا في بداية اول محاضرة ان احنا هنتكلم على 3 موضوعات. اول حاجة نموذج او نماذج النقل، ودي اتكلمنا عليها في المحاضرات السابقة. تاني موضوع معايا اللي هنتناوله النهاردة ان شاء الله، اللي هو نماذج التعيين والتخصيص. الموضوع الثالث اللي هو موضوع نظرية المنفعة. المحاضرة الأولى عندي بتناول فيها نماذج التعيين والتخصيص، اللي هي the assignment models، نماذج التخصيص. أول حاجة أحب أعرفكم بيها إن هي إن أنا بتكلم على مفهوم مشكلة التعيين. بيقولي هي بتعد نماذج التخصيص أو التعيين حالة خاصة من نماذج البرمجة الخطية ونماذج النقل، والهدف منه ان انا اختار افضل تخصيص او تعيين وسيلة ما لانجاز مهمة معينة بحيث تؤدي للوصول للحد الادنى من التكاليف او تعظيم الارباح اللي هي العوائد. هنلاقي ان هنا لو ببص كده على المفهوم، ان انا في البرمجة الخطية كنت بعمل ايه يا ولاد؟ بشوف ايه هو عدد الوحدات المفروض ان انا انتجها من المنتج سين، وعدد الوحدات المفروض اللي بنتجها من منتج صاد، عشان احقق هدف من الاتنين. اما لو كان هدف المصنع عندي ان انا اقلل التكلفة فاعمل مينيمايزيشن للتكاليف، او اعمل ماكسيمايزيشن للارباح، وهكذا. نماذج النقل برضو زي ما اشتغلنا مع بعض، فهتلاقي عند حضرتك هنا بعمل التوتال كوست، التكاليف الكلية، واشوف انسب بديل عندي او انسب طريقة من الطرق اللي احنا شرحناها الخمسة اللي بتحقق لي مينيمايزيشن للتكاليف. اللي بيزيد علينا في نماذج التعيين والتخصيص ان انا برضو بيبقى عندي هدف اشوف افضل تخصيص او تعيين وسيلة ما لانجاز مهمة معينة. وده طبعا عشان يحصل لازم انا اشوف عندي الهدف بتاعي، ممكن برضو بيبقى اقل تكلفة او تحقيق اعلى ربح، بضيف عليه ان انا كمان ممكن استخدمه في النماذج اللي بتعتمد على الوقت. فبقول عندي عايز اعمل مينيمايزيشن لانجاز مهمة معينة في اقل وقت ممكن. استخدامات تطبيق نماذج التعيين او تطبيقات نماذج التعيين في الواقع العملي، بقول زي ما مثلا عايزة أخصص مجموعة عاملين للعمل على آلات معينة، أو تخصيص الموظفين لإنجاز مهمة معينة، أو تخصيص عدد من معين من المدراء على عدد معين من المناصب الإدارية، أو تخصيص عدد معين من الآلات لإنتاج سلع معينة، أو تخصيص وسائل نقل معينة لنقل السلع من مكان آخر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول حالة مثلا بقول إن عندي 3 عمال وعندي 3 آلات، فبقدر أقول يا ترى العامل الأولاني هيشتغل على أنهي آلة؟ ممكن ليه إنه يشتغل على الآلة الأولى، العامل التاني مثلا ممكن يشتغل على الآلة التالتة، العامل التالت يشتغل على الآلة التانية. فبالتالي اللي بيحصل إن أنا بخصص كل عامل لكل آلة. عندي تخصيص موظفين، مثلا عندي وظيفتين وعندي موظفين 2، فبقول مثلا العامل الأولاني هيشتغل على الوظيفة رقم 2 وليكن مدير مثلا تسويق، العامل التاني مثلا أو الموظف التاني أو المدير التاني هيشتغل في مدير مبيعات، وهكذا. برضو بالنسبة للمدراء على المناصب الإدارية، وهكذا برضو عدد معين من الآلات لإنتاج سلعة معينة. المهم بخصص لكل وسيلة بخصصها لمهمة معينة، سواء الوسيلة دي كانت أشخاص أو ماكينات. نيجي بعد كده أشوف الشروط الأساسية لنماذج التخصيص. بيقول لي لازم عندي 4 شروط لازم يتوفروا. أول حاجة يكون وجود عدد متساوي من العمليات أو التسهيلات أو الوسائل أو الأشخاص أو الماكينات يساوي عدد المهام. يعني أنا لو عندي 3 وظائف لازم يلزم لهم 3 أشخاص، عندي 3 أنواع من الإنتاج فلازم الماكينات اللي عندي تبقى 3 أنواع من الماكينات، عندي 5 يبقى لازم يبقى عندي 5 مهام، عندي 5 موظفين، عندي 2 فلازم يبقى عندي عدد من مهام 2. المهم تساوي الاتنين مع بعض، ما ينفعش مثلا يبقى في عدد المهام مثلا 2 ويبقى عندي موظف 1، ما ينفعش. فبالتالي لازم يكون يتساوى الطرفين. الشرط التاني عدم إمكانية الشخص أو الوسيلة من القيام بأكثر من عمل أو مهمة واحدة في نفس الوقت. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما يبقاش عندي مثلا موظفين 3 موظفين وعندي 3 وظائف خالية، واقول مثلا ان الموظف الاولاني هيشغل وظيفتين، لا ما ينفعش.
وعلى فكرة والعكس برضو، ما ينفعش وظيفة يشغلها شخصين، فكل واحد ليه حاجة واحدة، بس الموظف ليه وظيفة واحدة والوظيفة بيكون ليها شخص واحد. تالت شرط عندي، تكلفة أداء كل عمل أو مهمة من قبل العامل أو الماكينة معروفة أو محددة مسبقا. يعني أنا قبل ما أعمل التخصيص بتاعي أو نموذج التعيين ببقى عارفة مسبقا تكلفة كل عامل والمهمة والوسيلة اللي هيكون بأدائها، لازم عشان أعرف أشوف إيه البديل الأمثل وأقدر أعرف البدائل بتاعتي، أشوف مين فيها بيعمل مينيمايزيشن للتكلفة أو يعمل تعظيم ماكسيمايزيشن للأرباح. الشرط الرابع والأخير إن أنا لازم يكون عندي شرط عدم السلبية، بيفترض عدم وجود مبالغ لإنجاز المهام سواء كانت ربح أو تكاليف تكون بالسالب، زي ما عندي في البرمجة الخطية مفيش إنتاج بالسالب ولا وحدات بالسالب ولا أرباح ولا تكاليف بالسالب. ونماذج برضو النقل لما اتكلمنا قبل كده إن مفيش كميات بالسالب، برضو مفيش في نماذج التخصيص ربح أو تكلفة بالسالب. نخش بقى الحاجة الأساسية اللي ممكن بنحل بيها التمارين، اللي هي طرق نماذج التعيين والتخصيص. أول حاجة الطريقة الأولى بطريقة العد الكامل أو طريقة الحل اليدوي. الطريقة التانية اسمها الطريقة الهنغارية، ونلاقي بعض الكتب بتسميها الهنجارية أو اسمها الطريقة المجرية بالنسبة للعالم اللي قام بوضعها. تعالى بعد كده، أولا طريقة العد الكامل أو الحل اليدوي بتقول لي تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق المستخدمة في عملية حل نماذج التخصيص عندما لا يتجاوز عدد المهام أو الوسائل 3 لكل منهما، إذ يتم بموجبها تحديد جميع البدائل لعملية التوزيع أي حساب جميع الاحتمالات الممكنة لعملية التخصيص، ويتم ذلك وفقا لقاعدة N فاكتوريال أو N مضروب أو مفكوك N، مفكوك N أو N فاكتوريال. طب تعالى نشوف معناه ايه الكلام ده. معناه يا ولاد ان انا بيقول لي الطريقه دي بسيطه جدا، بتعتمد على ان انا اولا بستخدمها في حاله ان يكون ان عدد المهام او الوظائف المتاحه عندي او عدد الاشخاص المتوفرين عندي ما يتجاوزش 3، يعني ممكن يكونوا 2 موظفين ووظيفتين، ممكن يكون 2 ونوعين من الانتاج، ممكن يكون 3 مديرين وعايزه اعينهم في 3 مناصب اداريه، ده أقصى حاجة 3، 2 يا 3، ما يتجاوزش كده. لو تجاوز كده من عند 4 ممكن نستعين بالطريقة الهنغارية، ينفع للطريقة الهنغارية دي في 3 مهام أو وسائل، وينفع فيما فوق من 4 5 6 أي عدد إن إحنا عايزين نشتغل عليه. طبعا حتة المضروب ديت انتوا اكيد عارفينها، ان انا مضروب ان انا بفك ازاي لو معيش آلة حاسبة، ان في ان ناقص 1 في ان ناقص 2 في ان ناقص 3 لغاية ان ماينس ام، فبقول مضروب 3 هو 3 في 2 في 1 يديني 6 بدائل. خطوات اجراء طريقة العد الكامل، اول حاجة زي ما متعودين في النماذج النقل دايما كل حاجة بديك الخطوات وبعد كده ادي المثال. بيقول لي حساب عدد البدائل المحتملة لمشكلة التعيين. طب ده يا دكتور بيتم ازاي؟ بيتم يا ولاد عن طريق زي ما قلنا استخدام المضروب. طب مضروب لإيه؟ بجيب لك مثلا أنا ماتريكس مصفوفة بتبقى عبارة عن عدد صفوف وعدد من الأعمدة، لو لقينا عدد الصفوف بيساوي عدد الأعمدة بيساوي 3، فبقول إن أنا هجيب مضروب 3، لو لقيناها 2 يبقى أنا هجيب مصفوفة 2 في 2، وعندي عدد صفوف 2 وأعمدة 2 يبقى أنا لازم أجيب مضروب 2، هيبقى عندي بديلين فقط، لو عندي 3 يبقى عندي 6 بدائل. يمكن إيجاد المضروب في الآلة الحاسبة على الرقم x ماينس أس باور باور ماينس 1 x باور ماينس 1 أو x أس سالب 1. فعند حضراتكم هنا الزرار ده موجود على الآلة الحاسبة وهتلاقي فوقيه كمان معمول x مضروب. رقم 2 كتابة جميع البدائل الممكنة لمشكلة التعيين، يعني أنا لو عندي 6 يبقى عندي 6 بدائل لازم أشوفها وأعين إيه هم البدائل دول. بعد كده رقم 3 أحسب إجمالي التكاليف لكل بديل، كل بديل من 6 ليه تكلفة لازم أشوف كام. رقم 4 اختيار البديل الأمثل اللي بيحقق أقل تكلفة، 6 بدائل ليها تكاليف يبقى أشوف أقل تكلفة كام اللي هو المينيمايزيشن للكوستس، أو اختار البديل الأفضل بالنسبة لو بتكلم على عوائد يبقى أعلى حاجة اللي هي الماكسيمايزيشن. طب افرض كمان بتكلم على تقليل الوقت المجموعة من المهام، يبقى لازم برضو أعمل مينيمايزيشن أقل وقت عندي. بقدر استنتج من اللي فات ده كله ان انا عندي بستخدم هذه الطريقه في ان عدد المهام والوظائف ما يتجاوزش 3، لو في حاله 3 فيما فوق 3 4 5 وظائف او مهام او وسائل او اشخاص لازم استخدم طريقه الهنغاريه. طيب حالات استخدام طريقه العد، ان انا لازم استخدمها في تقليل وقت او تخفيض تكلفه او تعظيم ربح.
نشوف مع بعض مثال مثال ونشوف هنحلهم ازاي. المثال الأولاني بيقول لي تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام. يوضح الجدول التالي تقديرات الوقت الذي خصصها المدير والخاصة بإنجاز كل موظف لمهمة معينة. المطلوب إزاي إن أنا أريد أخصص الموظفين لإنجاز المهام بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم لإنجاز الإيه المهمة. طب بص عندي كده، أنا عندي هاي مصفوفة 2 في 2، عرفنا منين؟ أجي عندي صفين وعندي عمودين. أول حاجة عندي الوظائف المتوفرة الإنتاج والتسويق، عندي الموظفين A و B. سواء أنا اديتك أسامي أو اديتك رموز، المهم يبقى عارفة إن عدد عندي 2 والمهام 2. فبقول الموظف الأولاني لو أخد مهمة الإنتاج هيقعد 6 ساعات، لو أخد التسويق هيقعد 5 ساعات، و B نفس القصة. طيب لو أنا حابة أقول الإجابة بتاعة السؤال ده من قبل ما أشوف الإجابة بتصرف إزاي ولاد؟ وعايزني أخصص الموظفين لإنجاز المهام، أفضل تخصيص عندي عشان يقلل الوقت. طب يا دكتور، هو حضرتك عندك أصلا كام بديل ممكن نحصل عليهم؟ بما إن أنا عندي صفين وعمودين يبقى عندي مضروب 2، إن فاكتوريال هتبقى ب2 يبقى 2 فاكتوريال، 2 فاكتوريال يعني عندي بديلين. البديل الأولاني إن الموظف إيه ده يشتغل على الإنتاج ياخد 6 ساعات، الموظف بي يشتغل على التسويق ياخد 10 ساعات. بالبديل الأولاني مجموعه 16، 6 و10. البديل التاني إن الموظف بي هو اللي اشتغل على الإنتاج، والبديل وإن الموظف إيه يشتغل على التسويق، يبقى المجموع هنا كام؟ 13 ساعة. عندي 16 وعندي 13. لو أنا بصيت للاتنين هلاقي طبعا إن وقت 13 ساعة أقل من 16 ساعة. وفقا قاعدة المفروض هناك احتمالين للحل، وهما زي ما احنا قلنا، الاحتمال الأولاني هو إنجاز A مهمة الإنتاج وإنجاز B مهمة التسويق، وده هيصبح الوقت 6 و10 16. أما الاحتمال التاني هو إنجاز B مهمة الإنتاج وإنجاز A مهمة التسويق، ويصبح مجموع الوقت 13 ساعة، 8 زائد 5 زي ما قلنا قبل كده. وعليه يكون التخصيص حسب الاحتمال اللي هو الأفضل، اللي هو أقل وقت، اللي هو البديل رقم 2 اللي هو 13 ساعة، بيشتغل إنتاج وإيه يشتغل على التسويق. نيجي لمثال تاني، مثال تكليف تكاليف لأدنى حل ممكن حد ممكن. بيقول لي مصنع بيرغب بتعيين 3 عمال ABC لإنجاز 3 مهام 1 2 3، وقد كانت تكاليف الإنتاج أو عفوا تكاليف إنجاز هذه المهام يعني موضحة بالجدول التالي. المطلوب تحديد أفضل تخصيص بأقل تكاليف وطريقة الحل اليدوي. يبقى أنا محدد لك سواء اسمها طريقة العد الكامل أو الحل اليدوي. عندي 3 وظائف AB 1 2 3 وعندي 3 مهام. سريعا كده بنقول بنصرف ازاي. اجيب عدد البدايل هنا 3 في 3 المصفوفة، فبالتالي بقول مضروب 3، 3 في 2 في 1 يطلع 6 بدايل. طيب تعالى مع بعض قبل ما نبص على الجدول نشوف ايه هي البدايل دي. بقول ان الموظف الاولاني ايه ماله بقى، بقول له هو اختار الوظيفة الاولى، البديل الاولاني الوظيفة الاولى بتكلفني 15 وحدة نقدية، البي هيشتغل ياخد الوظيفة التانية، السي يشتغل على الوظيفة التالتة بتكلفني 9، يبقى ايه ياخد الوظيفة الاولى، بي يشتغل الوظيفة التانية، سي يشتغل الوظيفة التالتة اللي هي 9. مجموع التكاليف التلاتة 15 زائد 9 زائد 9، 18 و15 1 33، كده كام؟ 18 و15 33. طيب تعالى نشوف البديل التاني، إن برضو إيه ياخد المهمة الأولى و بي ياخد المهمة التالتة وسي ياخد المهمة التانية. يعني بعد ما كنت بمشي كده لا، بقول يبقى 15 بعد كده 7 بعد كده 2. 15 ايه بي ياخد التالتة بعد ما كان خد 2، وسي هو اللي هياخد التانية بعد ما كان واخد التالتة. التكلفة التانية البديل التاني 15 و7 و2، 22 يبقى 24 جنيه. رقم البديل التالت ان ابتدي بقى بالبي، بقول البديل المهمة الاولانية لو اخدها البي وحققت التكلفة 4 وحدات نقدية، يبقى فاضل ايه بقى؟ يبقى الايه هو ياخد البديل التاني 14، والسي عندي ياخد البديل التالت اللي هو 9، يبقى 4 و14 و9، 18 و9 كام يا ولاد؟ 27. بديل الرابع ان بي هو ياخد المهمة الاولى وسي وايه عفوا ياخد المهمة التالتة، يبقى 4 و8 12.
وسي المرة دي هياخد المهمة ايه يا ولاد؟ المهمة التانية، يبقى 14. البديل الخامس ان نبدأ بالسي، سي يبقى 7 المهمة الأولى، وإيه ياخد 14، وبي ياخد 3 اللي هي كام؟ 7. 7 و14 و7 يبقى 14 14 28. البديل الأخير إن سي ياخد المهمة الأولى، ويبقى الإيه ياخد المهمة الثالثة يبقى 8، والبي ياخد المهمة الثانية اللي هي 9، يبقى 7 9 8 يبقى كام؟ 17 و7 24. كده هيبقى عندي 6 بدائل و6 احتمالات. تعال نشوفهم في الجدول التالي. وفقا قاعدة المفكوك، المضروب عندي هي 3 مضروب 3 في 2 في 1 هيساوي كام؟ هيساوي الآتي. البديل الأول ABC كلفني 33، البديل التاني ACB كلفني 24، البديل التالت BAC كلفني 27، البديل الرابع BCA كلفني 14، الخامس CAB كلفني 28، السادس CBA كلفني 24. ببص على كل التكاليف واخد المينيمايزيشن، اقل تكلفة هتطلع 14. يتضح من الجدول السابق ان البديل الرابع هو الافضل لانه بيحقق 14 جنيه 14 وحدة نقدية، وعليه افضل تخصيص هو العامل B مهمة 1، العامل C مهمة 2، العامل A مهمة 3. تكاليف الكلية 4 2 8 14 جنيه. فاضل مثال على الأرباح، نفس الكلام بقول هنا. 9 إدارة مصنع العودة لتعيين 3 مديرين أو مدراء وهم آدم وأحمد ومحمد لإنجاز 3 وظائف، هو مدير مبيعات وإنتاج وتسويق، وتكلفة التعيين بالدينار الأردني موضحة بالجدول كالتالي. أدي المهام 1 2 3، وأدي المديرين A B C. يوجد أفضل نموذج تعيين بحيث تكون الأرباح الكلية أعلى ربح ممكن. ده الحالة الثالثة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها اللي هي الماكسمايزيشن. نفس الكلام بقول كده، بما أن عدد الأعمدة 3 وعدد الصفوف 3، إذا طريقة العد الكامل اللي هي عدد البدائل هيساوي 6 بدائل. ببتدي أبص على الجدول برضو، هلاقي الموظف إيه هيبقى قدام متاح له المهمة الأولى، والموظف ب اشتغل على المهمة التانية، الموظف سي اشتغل على المهمة التالتة، هيجمع إجمالي الأرباح 30. بديل التاني إن A يشتغل على الوظيفة الأولى، B يشتغل على الوظيفة التالتة، C يشتغل على الوظيفة التانية، يبقى 26. التالتة A يشتغل على التانية، B يشتغل على الأولى، C يشتغل على التالتة. بعد كده يكلفني 28، يحقق أرباح 28 وحدة. الرابع إن A هو يشتغل على التانية، B يشتغل على التالتة، C يشتغل على الأولى، 24. البديل الخامس A يشتغل على التالتة، الوظيفة التالتة، B يشتغل على الأولى، C يشتغل على التانية، يبقى الإجمالي 26. آخر حاجة معايا A يشتغل على التالتة، B يشتغل على المهمة التانية، C يشتغل على الوظيفة الأولى، يحقق أرباح 26. ببص لأعلى ربح هنا هلاقي اللي هو 30 وحدة نقدية. هلاحظ حاجة، كان الجدول اللي فات في المثال اللي قبل كده 1 2 3، وهنا E B C اي بي سي وهكذا. سواء عملت هنا حطيت المديرين او حطيت المهام، الاتنين صح، مديرين اي بي سي، او حطيت الوظائف المهام 1 2 3 وشغلت هنا اي بي سي، الاتنين هيطلع نتيجة صحيحة. يبقى احنا قلنا اول بديل هو الانسب، ان اي يشتغل على الوظيفة الاولى، وبي يشتغل على التانية، وسي يشتغل على التالتة. قرار لازم القرار اكتبه عشان اخد الدرجة بتاعتي كاملة. يتم اختيار البديل الأول اللي بيحقق أعلى ربح بمقدار 30 دينار، وهو يعني تعيين المدير A كمدير مبيعات لتحقيق عائد قدره 16 دينار، تعيين المدير B كمدير إنتاج لتحقيق عائد قدره 4 دينار، تعيين المدير C كمدير تسويق لتحديد عائد قدره 10 دينار، يصبح الإجمالي 30. كده يكون التمرين ده انتهى. بعد كده هبعت إذن حضراتكم مطلوب منكم واجب. التمرين الأولاني هتلاقيه بيتكلم على أعلى عائد على الأرباح، والتمرين التاني بيتكلم على يوجد أفضل نموذج تعيين بحيث تكون تكاليف الكلية أقل حد ممكن. ده بيتكلم على التكاليف، إن شاء الله حاولوا تحلوه وتطبقوا اللي إحنا عملناه في المحاضرة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأشوفكم في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.